أهلا بكل متابعي موقع صدى البلد. أحيانا الشيطان بيصور لبعض الناس إن في طرق أسهل لكسب المال وتحقيق مكسب سريع حتى لو كانت الطرق دي غير مشروعة، وده اللي حصل بالفعل مع سيدة عرفت بحسناء العجوزة. استغلت جمالها لتحقيق أحلامها والحصول على مكاسب كبيرة، وما تخيلتش أبدا إن نهايتها هتكون قدام المحكمة. تعالوا بينا نعرف التفاصيل. استغلت سيدة العجوزة العالم الافتراضي في عرض جسدها وبث فيديوهات تخدش الحياء من أجل المال كي تحصل على أموال أكثر. الحقيقة إن مراقبة مباحث الآداب للأنشطة المريبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة كانت خيط البداية لسقوط حسناء العجوزة، بعد ما رصدت التحريات وأعمل الفحص عدد من الصفحات والحسابات الشخصية لسيدة واحدة عبر تطبيقي فيسبوك وإنستغرام. وكانت تقوم من خلالها السيدة بعمل كل شيء مخالف للقيم والتقاليد، مخالف لتقاليد المجتمع العربي والشرقي، وكانت منشوراتها وصورها أشبه بالدعوة الصريحة للرذيلة. أجرت مباحث الآداب بالتنسيق مع مباحث العجوز التحريات اللازمة للتوصل إلى صاحبة تلك الصفحات، مع الاستعانة بالتقنيات الحديثة لمباحث الإنترنت. وبالفعل وبعد تقنين البحث تم التوصل إلى هويتها ومكان بثها لحساباتها الشخصية، وانتقلت على الفور القوى الأمنية من مباحث مكافحة جرائم الآداب بالجيزة وقسم شرطة العجوزة لمكان تواجد المتهمة، وتم إلقاء القبض عليها وبسلاسة شديدة وفور مواجهتها بحساباتها الشخصية. قالت أيوة دي صوري وفيديوهاتي، عايزة أكسب فلوس كتير. وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالة اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق. تم إحالتها وقررت النيابة العامة بشمال الجيزة حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التحريض على الفجور من خلال بث صور ومشاهد خليعة وخادشة للحياء. ووجهت النيابة لها إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتم تحرير أو تحريز هاتف المتهمة وما عليه من صور وفيديوهات فاضحة لإرفاقها بملف القضية. مشاهدينا، هذه كانت تفاصيل وقعة حسناء العجوزة التي اعتقدت أنها من الممكن أن تحقق الشهرة والنجاح والمال من خلال نشر الرذيلة، وفي النهاية يتم توقيع العقوبة على من يستحق. نشكركم على حسن المتابعة ونتابع معكم كل جديد، وإلى اللقاء.